السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده برنامج اوبن ستوديو من جامعة الشرق بتاعه، وهنتكلم دلوقتي على ال HVAC system. أول ما بدخل على ال HVAC system اللي الكورة بتاعته اللي هي ديت، تمام، بلاقي ده المخطط بتاعه اهوت بالشكل دوت، تمام. ده هنا بيقول لي drag water connection use connection from library، فببدأ أجي هنا وأشوف ال water اهوت. هنا بيقول لي ووتر كونكشن، فبدخل هنا واسحب الووتر كونكشن من هنا وابدأ احطه بحيث ان هو يكمل لي الدايره. اقدر ادوس هنا ادخل في تفصيل الدايره بتاعتي، تمام. وتقدر تيجي هنا تقول له انا عايز اضيف اتفاق سيستم، مثلا الروف توب يونت لو انت عندك تقدر تضيفها بالشكل دوت. كل واحده من دول لو عملت عليها سيلكت بيبدأ يجيب لك ايديت بحيث ان انت تعمل تعديل للخصائص بتاعتها زي ما انت عايز. مثلا عندك الكتالوج طلع ان في رقم هنا مختلف فبتعدل الرقم وهكذا. كل واحده من دول ليها الخصائص بتاعتها، وتقدر تيجي هنا في الماي موديل تسحب مثلا تفصيله معينه وتحطها هنا، التفصيله بتاعت تشيلر مثلا. كل واحده من دول تقدر تسحب منهم التفصيله وتبدا تشتغل عليها. واللايبرري هنا برضو هتلاقي فيها مكتبه بحيث لو انت عايز تحط الاحبس، عايز تحط اي تفصيله تقدر تسحبها وتحطها. ده اللي اوت، وتقدر تيجي هنا هتلاقي ال VRF وتعمل دراج لل VRF اللي هو موجود هنا اهوت، تبدا تسحبه اهوت وتبدا تشوف التفاصيل بتاعته وتكتب الارقام بتاعتها زي ما انت عايز. ده الكنترول تخصص بدا اشتغل مع الاير سيستم. انت بتختار الاير سيستم هتلاقي هنا الكنترول بتاعه كل التفاصيل بتاعته والاعدادات بتاعته، وهنا ده الجريد بحيث ان انت تبدا تسحب وتحط في الاوبريشن، تحط في الكولينج، في الفان، بحيث ان انت تعمل سيستم بتاعك.